سيد الوزير الأول، صديقي وأخي جياني أنفونتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، صديقي وأخي السيد باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، السيدات والسادة الوزراء أعضاء الحكومة، السيدات والسادة رؤساء الاتحادات الإفريقية لكرة القدم، سيداتي وسادتي أعضاء المكتب التنفيذي للكاف، الجمهور الرياضي الكريم، يطيب لي باسمي وباسم الجزائر شعبا ودولة وباسم عائلة كرة القدم الجزائرية أن أرحب بضيوفنا الكرام، ونحن الآن نحضر لإعطاء إشارة انطلاق بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين في نسختها السابعة. بالأمس تميزت الجزائر في احتضان دول إقليمها المتوسطي في منافسة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، ونجحت بعدها في استقبال الدول العربية في كأس العرب لأقل من 17 سنة. واليوم الجزائر فخورة بامتدادها الإفريقي، ونحن نستعد بفخر ومن ملعب نيلسون مانديلا لاستقبال واحتضان شان الجزائر 2022. لقد عملنا طولة المدة الأخيرة بحرص وتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون صديق الشباب. صديق الشباب وصديق الرياضة، حتى تكون مدن الجزائر وهران قسنطينة وعنابة في أبهى حلة وأكمل زينة، لكي نجعل هذه النسخة خاصة في تاريخ المنافسة تجري وقائعها في ظروف استثنائية يمكنها منح الإضافة المرجوة لكرة القدم الإفريقية. مرحبا بكم في الجزائر حيث التنوع الحضاري الأصيل والمعاصر، مرحبا بكم في جزائرنا التي أثبتت ولا تزال تثبت قدراتها الكبيرة في احتضان المنافسات الكبرى، مرحبا بكم في بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين. وفي الأخير أتمنى لكل الفرق المشاركة أداء كروي رائعا وروح رياضية عالية، ولضيوفنا الكرام إقامة طيبة على أرض الجزائر، ولكل المتابعين قضاء أوقات ممتعة يملأها التشويق المتعة والفرحة. الجزائر ترحب بكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.